بصي بقى يا ندى، انا شفت الحلقه بتاعتك، حلقه بدائل الكورتيزون، وعرفت اثاره الجانبيه واخدت قرار نهائي. خلاص خدت موقف ان انا هوقف الكورتيزون وهستخدم البدائل، ورحت موقفه على طول. يا لهوي يا مصيبتي يا خرابي، اوعوا حد يعمل كده. وانا اوريدي حذرت من القصه دي. تبطيل الكورتيزون حاجه حساسه جدا، تبطيل الكورتيزون فن مش عن ممنوع حد ياخد قرار ان هو يوقف الكورتيزون فجأة، خطر على جسمك وعلى كل اعضائك وعملياتك الحيوية. تبطيل الكورتيزون لازم يحصل بشكل تدريجي وبحذر شديد، لان احنا كده بنعرض نفسنا لكل الاعراض الجانبية لانسحاب الكورتيزون وللاصابة بمتلازمة انسحاب الكورتيزون. ايه ده، هو في حاجة اسمها كده؟ تخيلوا، في متلازمة معروفة لانسحاب الكورتيزون وناس كتير بتتعرض لها. تعالوا بقى نعرف ليه خطر ان انا اوقف الكورتيزون فجأة، وايه الطريقة الصحيحة لسحب الكورتيزون، وازاي اصلا اعرف ان انا جاهزة لقرار سحب الكورتيزون. ما انا ممكن اخد القرار ده في وقت مش مناسب تماما، في وقت غلط، وازاي اتجنب كل المشاكل والاعراض اللي ممكن تظهر عليا اثناء فترة سحب الكورتيزون. ما تنسوش اللايك والشير، سبسكرايب للقناة لو انت اول مرة تشوفوني. يلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناة والبين. صحيح الكورتيزون ليه اثار جانبية واضرار كتير على المدى الطويل، لكن لما نيجي ناخد قرار مهم زي قرار وقف الكورتيزون، لازم نكون عارفين كويس امتى ناخد القرار ده وازاي نقدر نسحب الكورتيزون من غير مشاكل. السؤال المهم هو ليه اصلا وقف الكورتيزون فجأة خطر؟ طيب ما تيجوا نشوف هو الكورتيزون ده اصلا ايه. الكورتيزون هو الاسم الشائع لأدوية الكورتيكوستيرويدز. الكورتيكوستيرويدز دي هي مواد كيماوية اصطناعية بتحاكي شكل وعمل هرمون الكورتيزول الطبيعي اللي بيفرزه جسم الإنسان. هرمون الكورتيزول وظيفته إن هو يساعد جسم الإنسان على التعايش مع الضغوط والتوتر وتقليل الالتهاب، عن طريق إن هو بيعمل كبح أو تثبيط لنشاط الجهاز المناعي. هو دايماً عامة بيتوصف دوائياً للهدف ده. هرمون الكورتيزول كمان مهم جداً لضبط مستويات السكر وعمليات الحرق، وظائف تانية كتير. بيتوصف لنا عادة لما يكون في حالة التهاب علشان يتم السيطرة عليها عن طريق تثبيط الجهاز المناعي، وهو بيتوصف بشكل دائم للي بيسموه الأمراض المزمنة زي كل حالات المناعة الذاتية مثلا. طيب أنا لما باخد الكورتيزون بجرعات كبيرة من الأدوية، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان جسمي بيوقف انتاج هرمون الكورتيزول، لان انا اوريدي خلاص بقيت باخده او باخد المشابه بتاعه من بره، لان الجسم لما بيرصد وجود كفايته من هرمون معين خلاص ما بينتجش اكتر من احتياجه. فاللي بيحصل ان انا لو وقفت الكورتيزون فجأة، انا وقفت الامداد الخارجي، فبالتالي ما بقاش عندي كورتيزول خالص، ولا من بره ولا من جوه. طيب كل الوظائف المهمة اللي بيقوم بيها هرمون الكورتيزول دي يحصل لها ايه؟ تقع، طبعا كارثة. لكن سحب الكورتيزون بشكل تدريجي بيدي الفرصة للغدة الكظرية، الغدة اللي بتنتج الكورتيزول، ان هي في الاول تنتبه ان مستويات الكورتيزول بدأت تقل، فتبدأ تستعيد نشاطها تاني بشكل تدريجي. دي عملية بتاخد وقت، يمكن كمان اكتر من اللي احنا فاكرينه، لكن هي مرحلة طبيعية جدا وضرورية. وخلوا بالكوا ان كل ما المدة اللي احنا استمرنا فيها بناخد كورتيزون كانت اطول، كل ما احتاجنا وقت اكتر لسحبه. فاللي بياخد كورتيزون بقاله شهر مش زي اللي بقاله سنة، مش زي اللي بقاله 10 سنين و20 سنة. طيب ايه الاعراض اللي ممكن تظهر عليا لو انا وقفت الكورتيزون فجأة او وقفته بطريقة غلط؟ اولا يعني بدايتها كده، انه لو انا اصلا بوقف الكورتيزون علشان بحاول اعالج مشكلة ما عندي بطريقة تانية، عن طريق ان انا مثلا اغير الدايت بتاعي، اخد الفيتامينز، الصيام، وتقليل الالتهاب وهكذا، وبدأت احس بتحسن مع الطريقة دي وجيت وقفت الكورتيزون فجأة، ممكن تحصل لي انتكاسة وترجع تاني المشكلة، وابقى ولا كأني عملت اي حاجة وكل مجهودي اللي انا عملته ده ضاع. ثانيا طبعا الاعراض بقى بتاعة الانسحاب، تعب شديد، عياء شديد جدا، الام وتكسير في الجسم، صداع، الام في المفاصل والام في العضلات، دوار، فقدان شهية، غثيان، ممكن كمان فقدان وزن. طبعا مش لازم تكون كل الاعراض دي موجودة، ولكن كتير منها ممكن يحصل. وكل ما حضرتك كنت على الكورتيزون لمدة اطول، كل ما احتمالية ان تحصل لنا او نتعرض لمتلازمة انسحاب الكورتيزون اللي هي دي اعراضها كانت اكبر، لان الغدة الكظرية طبعا بتحتاج وقت اطول علشان ترجع تشتغل بكامل كفاءتها مرة تانية. بس قبل ما اسأل ايه هي الطريقة الصحيحة لسحب الكورتيزون، لازم اسأل هو انا اساسا امتى اكون جاهزة ان انا ابدأ اسحب الكورتيزون. مبدئيا الافضل ان انا استشير الشخص اللي مسؤول عن حالتي، ويكون عندنا خطة انه احنا امتى
وازاي هنسحب الكورتيزون. لازم انا من حقي كمريض ابقى فاهم ده، ولكن في اوقات هي ما بتكونش دي الاوقات المناسبه لسحب الكورتيزون اصلا، زي مثلا لو انا عندي مثلا اضطراب مناعي معين وان انا اكون في وسط هجمه، مش ده الوقت المناسب، او انا في فتره الهجمات بتتكرر فيها في مدى زمني قصير، يبقى مش ده الوقت المناسب. لو علامات الالتهاب وارقام تحاليل الالتهاب بتاعتي مرتفعه، يبقى برضو مش ده الوقت المناسب. لازم اخد فتره كافيه ااهل فيها جسمي للبدء في المرحله دي، فتره كافيه اكون باخد فيها كل العناصر الغذائيه اللي انا جسمي محتاجها، اكون مظبطه نظامي الغذائي، ما عنديش مشاكل في امعائي، بنام كويس، ما عنديش معدلات التهاب عاليه. قد ايه الفتره دي؟ مفيش اجابه محدده، لان كل شخص بيختلف عن التاني، ده حسب سرعه استجابه جسمي، قد ايه المشكله عندي متفاقمه، وقد ايه هي مركبه، لان في مشاكل بتبقى مركبه على مشاكل تانيه، فعشان كده كل شخص بيختلف عن التاني. لكن استقرار الوضع واختفاء علامات زياده الالتهاب والنشاط الغير طبيعي للمناعه، وكل ما زادت الجاب بين الهجمات، يعني مثلا بقى في شهور فرق بين كل هجمة بتحصل لي والتانية، ولما بتحصل الهجمة بتبقى بسيطة وبتنتهي خلال وقت قصير، ده معناه ان انا مستعدة لتقليل الجرعة، ابدأ اسحب الكورتيزون مش وقفها. سحب الكورتيزون ممكن ياخد ايام او اسابيع او شهور حسب انا باخده قد ايه والجرعة اللي انا ماشية عليها قد ايه. طيب ايه بقى هي الطريقة الصحيحة لسحب الكورتيزون؟ ركزوا معايا قوي. لو انا باخد جرعة كبيرة 40 ميلي جرام مثلا، بقلل الجرعة دي 5 ميلي جرام بس وابتدي ألاحظ نفسي، ممكن أحس بشوية تعب بسيط، شوية صداع، لكن كلها أعراض خفيفة. هستنى لحد ما الأعراض دي تروح تماما وأحس أن أنا بقيت طبيعية، بعدها بأسبوع على الأقل هبتدي أنزل 5 ميلي جرام تاني، وهكذا بنفس الطريقة. لو في أي وقت حسيت أثناء السحب أن الأعراض عندي شديدة وبقت كتير قوي، يبقى أنا محتاجة أوقف سحب وأكمل شوية على الجرعة اللي أنا كنت مستريحة عليها في الآخر، واستنى للجرعة دي شوية لحد ما أرجع طبيعية تاني والمشاكل دي تختفي، أشتغل على مشكلتي الأساسية، على تحسين صحتي العامة، وبعد كده أرجع تاني للسحب بنفس الطريقة. هي عملية حساسة جدا، فاكرين أستاذ نبيل الحلفاوي لما كان بيوسع خرم العسلية في فيلم الطريق إلى إيلات؟ حاجة شبه كده، لازم نراقب نفسنا جدا. هكمل كده لحد ما أوصل لجرعة 20 ميلي جرام. حلو قوي كده، وصلت بالسلامة لجرعة 20 ميلي جرام، او انا اصلا بدأ ان انا باخد 20 ميلي جرام وعايزة ابتدي في عملية السحب، هقلل الجرعة في كل مرة 2.5 ميلي جرام بس، وراقب نفسي، لو في اعراض مزعجة هثبت، لو مفيش هكمل لحد ما اوصل لجرعة 10 ميلي جرام. طيب يا ندى انا مش عارفة اقلل 2.5 ميلي جرام لان التركيز ده مش موجود مثلا، يبقى هستخدم حاجة اسمها الالترنيت داي تابرينج تكنيك. اللي هو ايه ده؟ اللي هو ان انا هاخد جرعة أقل يوم، واليوم اللي بعده أرجع للجرعة الأعلى، لو الوضع مستقر هنزل على الجرعة الأقل. بمعنى أوضح، تعالوا نضرب مثال، أنا مثلا باخد 20 ميلي جرام، مش هعرف أنزل ل17.5 لأن أنا مش هعرف أحسب الجرعة دي هي قد إيه من القرص، يبقى هنزل ل15 ميلي جرام يوم، وتاني يوم أطلع ل20، يوم 15 ويوم 20، هفضل كده مثلا لمدة أسبوعين ماكسيمم. الوضع مستقر مفيش مشاكل، يبقى هنثبت بقى على جرعة ال 15 ميلي جرام يوميا، وهكذا لحد ما أوصل لل 10 ميلي جرام. طيب وصلت لل 10 أو أنا أصلا بادئه ب 10، السحب هيكون أبطأ، لأن المفروض نقلل ميلي جرام باي ميلي جرام، يعني كل مرة هنقلل فيها ننزل ميلي جرام واحد، لكن طبعا لأن التركيزات دي مش متوفرة في كل الأنواع هنستخدم تاني الالترنيت داي تابرينج تكنيك، ننزل للجرعة الأقل يوم آه ويوم لأ، اسبوعين الوضع مستقر يبقى هننزل على الجرعة الاقل. اهم حاجة في كل ده ان احنا نكون ملاحظين نفسنا جدا، لو ظهرت علينا اي حاجة من اعراض الانسحاب لازم نستنى شوية وبعدين نرجع نحاول تاني. انا عارفة ان احنا بنسمع هنكون حاسين ان الموضوع صعب جدا، هو مش صعب، هو بس محتاج ان احنا ناخدها كده ستيب باي ستيب، كل وقت احنا بنعمل فيه حاجة معينة نركز فيها، وسيبك من بقية العملية، نركز بس على اللي احنا بنعمله مع شوية صبر، خاصة لو احنا بناخد الكورتيزون بقالنا مدة كبيرة. طبعا اكتر حاجة هنصح بيها ان احنا نستخدم بدائل الكورتيزون الطبيعية وندعم الغدة الكظرية في فترات السحب، دي اكتر حاجة هتساعدنا جدا. البدائل الطبيعية زي فيتامين دي، نبتة مخلب القط، الجينكا بلوبا،
فطر عرف الاسد. فيتامين سي كمان هيساعدنا جدا لان هو مهم لعمل الغده الدرقيه. يفضل ان احنا نخلي جذر العرق سوس لمرحله ما بعد سحب الكورتيزون. ان شاء الله لو احنا اتبعنا الطريقه دي في سحب الكورتيزون مش هيكون في مشاكل. لكن كمان زي ما اكدنا في الاول لازم نختار التوقيت الصحيح والمناسب. لو في اي حد عايز يبدا في مرحله تاهيل جسمه لان هو يبدا يسحب الكورتيزون، يبقى لازم الاول نعرف اهم اسباب الالتهاب المزمن طويل الامد اللي احنا اوريدي بناخد الكورتيزون عشانه، واساسيات علاجه اللي كلها موجوده في الحلقه اللي هتظهر دلوقتي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقه، سبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني، ولو في اي موضوع عايزين نتكلم فيه سيبولي في الكومنتس. اما الاستشارات فاللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.